الفانك شوي هو علم طاقة المنزل والمكان، تم تطويره منذ حوالي 5000 سنة في الصين. فكيف يخلق الشخص التناغم بينه وبين الطاقة الإيجابية في منزله لتحفيز النجاح في الحب والحياة والعمل؟ خبيرة علم طاقة المكان الدكتورة سهى عيد تطبق نظريات الفانك شوي في بيتي في التقرير التالي. نحن في الفانك شوي بنقدر نحدد المشكلة فين من بداية العتبة وإحنا داخلين، وبنشوف لو في مشكلة تانية نقدر بنصلحها. بنعرف مشكلة أهل البيت إيه، بنعرف البيت وشه حلو على الناس ولا لأ. حاجة تانية أنا بصيت عليها دلوقتي، أنا شفت الحمام. جود. إحنا في الفانك شوي بنعتبر إن الحمام يا جماعة يعني بيبقى طاقة سلبية شوي. ضروري ضروري، بس إحنا ضوابط الحمام إن هو لازم يكون مقفول. بيعجبني حاجة كمان في البيوت هنا جميلة قوي في دبي، وجود الخشب. الخشب حلو قوي، بيدي طاقة جميلة جدا. وجود اللون البيج مريح جدا للأعصاب، بيديني نوع من الاستقرار، إن أنا مش متنقلة، إن أنا ما عنديش حركة. بعكس اللون لو اخترتي الرمادي شوية هتكوني خايفة من المستقبل، أو هتكوني عندك عدم استقرار في مكان. إن أنا عايزة البيت بتاعي يبقى فيه بركة، فيه خير أكتر، فطبعا ده عن طريق البوصلة، ده أكيد. فأنا تقريبا ما بمشيش إلا بالبوصلة بجيبي. إحنا لما حطينا البوصلة عندك الشمال الجهة دي، أنا شايف إن المطبخ عندك جهة الجنوب، ودي شيء رائع طبعا، إن الجنوب يعتبر إنك أنت عندك فيه مطبخ، ده الحار السخن. المطبخ بيعبر عن السخونة زي الحمامة بيعبر عن البرودة. فين جهة البركة في البيت؟ صح. جهة البركة في البيت دي مهمة جدا، لأن الجنوب الشرقي ومتحددة، متحددة على البوصلة الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي أحسن حاجة عندك في بيتك ما شاء الله، يعني تاتشود. أقول تاتشود الحمام مش عندك في الجنوب الشرقي، الجنوب الشرقي أهو. تمام؟ في بلكونة. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني كتير، أنا بصرف كتير، في فلوس كتير بتتصرف، أنا عندي إقساط، شايفة أنا عندك إقساط كتير. ليه بقى عندك إقساط؟ أنا ده يعتبر خلع. جميل؟ الجزء ده أنا بتخش فلوس لأن الجنوب الشرقي عندي موجود. حلو؟ ولكن وجود الشباكين في هذا المكان بيخلي فيه أهل البيت كتير قوي بيصرفوا. الحلول الجميلة إن أنا أحاول بقدر الإمكان أخلي ده ثابت كتير، ما افتحوش كتير. طب وجود الستاير يحل؟ الستاير طبعا يحل، لازم الستاير تكون مقفوله زي ما انت عامله. تمام. الالوان هنحاول نغيرها في ركن الثروه. انت حاطه الفايف اليمنتس، يعني ايه الفايف اليمنتس؟ يعني انت حاطه خمس عناصر موجودين. يعني انا بسمي ده ميتال اليمنت، عندك ايرث اليمنت ده ثبات واستقرار، فساعد شويه ان انا لو في اقساط عندي عارفه ان شاء الله هتتسد. انا لازم احط في المكان ده حاجه تعبر عن الفلوس. ازاي؟ يعني احط يعني التحف الغاليه او الشيء الغالي او الحاجه اللي تحسسني ان هنا ممكن يكون منطقه الثروه، منطقه المال، البركه اكتر. ممكن يكون طبق كريستال فيه شويه كوينز او عملات او فلوس. الفانك شوي بيحقق حاجات كتير قوي، بيحقق البركه في المكان، بيحقق السعاده الزوجيه، بيحقق ان البنات اللي مش قادره، اللي هي ما يعني في مقتبل الجواز وما حصلش نصيب، بنعرف ايه السبب عن طريق الديكور وبنحله. بتحقق السعاده والراحه البال والاكتف في العمل، بتحقق حاجات كتير جدا جدا. لما يكون كون بيتك متوازن اكيد انت هتبقي شخصيه متوازنه في كل شيء. لمعرفة المزيد من التفاصيل حول عالم طاقة المكان تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة سهى عيد خبيرة الفانك شوي. صباح الخير دكتورة سهى، شكرا نورتيني في بيتي. طبعا الله يخليك. في البداية كيف تردي على الناس اللي بيشككوا في علم طاقة المكان وبيقولوا هاي مجرد يعني أفكار يعني أو أفكار؟ طيب إحنا بنقول إيه دايما؟ غير علم يعني. بنقول علم. إيه دايما؟ الكون اللي ربنا خلقه كون متوازن وجميل وحلو، ففي نوع من التوازن اللطيف، ما فيش لون بيزيد على لون او اضاءه بتزيد على اضاءه،
وغير كده كمان احنا عندنا المورثات القديمه بتاعت الاجداد كانوا بيقولوا مورثات كتير قوي من علوم الفانغ شوي، رش الملح، بتلعبش بالمقص، الكنس، الكلام ده كله. ليه؟ كان في حاجات كتير قوي بتحصل طاقات سلبه بالبيت بتقدري تغيريها خالص عن طريق المورثات القديمه والتوازن الكوني للمنزل. طيب خلينا نقول مثلا في المنزل ايش اكتر مكان فيه طاقه سلبيه ومثلا اكتر مكان فيه طاقه ايجابيه؟ جميل. المكان اللي بيبقى دايما فيه طاقه سلبيه جامده قوي هو مواقع الحمامات. المفروض الحمامات بتاعتنا تكون في اماكن محدده ما نغيرهاش. يعني احنا كنا بنشوف زمان الاجداد كانوا شو بيعملوا؟ بيخلوا الحمامات بره البيت. احنا دلوقتي خلينا الحمامات داخل البيت، بس لازم يكون في ضوابط، لازم الحمام دايما يكون مغلق طول الوقت، لازم ليه اتجاهات واماكن لطيفه تبقى فيها. ما يكونش عندي بيت عندي فوق حمام وتحت منه مطبخ على طول، ويكون مثلا قاعده البيديه تحت منها الغاز او فرن يفرق الغاز. اذا كان الحمام داخل الغرفه ولا بره؟ لا، هو لو الحمام داخل الغرفة، لأن احنا دلوقتي خلاص بقت الحياة الجديدة ان كل غرفة فيها حمام، بس برضو بنحط مواضع السرير بطريقة مناسبة بان هي ما تبقاش مباشرة على الحمام، فبتعطي للنايم اكبر طاقة سلبية جامدة جدا. طيب احنا خلينا نحدد، يعني هو يمكن لكل شخص انت فيها طريقة علمية او حسابية يتم حسابة المكان الافضل له، بس بشكل عام افضل الاماكن لغرفة المعيشة. هو طبعا كل واحد ليه اتجاه فطري بتاعه او اتجاهات معينة بينام فيها او بيقعد فيها او بيقدر يشتغل عشان يحقق اقصى نجاح يقدر يستطيعه. فبالتالي احنا بنعمل تثبيت للمكان على حسب اتجاه الانسان. ليه؟ لان انت في ناس يعني تختلف من كل شخص. لا طبعا اكيد، يعني ما فيك مثلا تشاركي مع المشاهدين انه لا خلي غرفه النوم دائما تكون في اتجاه الشمال او الشمال الشرقي. لا، لان في واحد بيحب يقعد على اليمين، في واحد بيحب يقعد على الشمال، في اثنين يحبوا يقعدوا متقابلين، في اثنين يحبوا يقعدوا جنب بعض. تمام. فبالتالي لازم دي بنراعيها. غير الالوان، الالوان مهمه جدا لانها بتعطي طاقات حلوه قوي قوي في المكان. والدليل على كده ان احنا عندنا مثلا اللون الاخضر لون الاستقرار والتوازن النفسي. تمام. اللون الاخضر ده لون السلام والاطمئنان، عشان كده احنا عندنا مثلا الجراحين لما يكون في مريض بيحطوا له اللون الاخضر، يبقى لابس الجراح اللون الاخضر عشان يبعث الطمانينه. حتى دهان المستشفيات بتتم بالتقنيه دي. شو النصائح اللي ممكن توجهها اذا للمشاهدين؟ يعني النصائح البسيطه اللي ممكن اي حد يطبقها اليوم في منزله لتطبيق علم طاقه الكون. جميل قوي. النصائح اللي انا يعني بحب اوجهها لكل المشاهدين اللي بيشوفوني، حاولوا دايما تفتحوا الشبابيك وتهووا البيت وتدخلوا الشمس، يبقى عندكم نوع من الصباح الجميل، الصبح كده جميل. غير كده كمان احنا بنقول في الفانغ شوي الحركه بركه. تمام. احنا بنحقق الحركه عن طريق انك انت بتحركي الشيء من مكانه. فلا بد ان احنا كل فتره بنغير، بنعمل لحد ما نحس ان احنا مرتاحين في الديكور المناسب ده وبالالوان المناسبه. وطبعا انا بقول يعني دايما لكل المشاهدين. طيب بس على السريع، هل صحيح انه لما الواحد يعلق المفاتيح ورا الباب مش صحيح؟ مش يعني ضار؟ لا لا لا، لا مش للدرجات دي، ولكن بس احنا بنحاول بقدر الامكان يكون المفاتيح او اي شيء معدني يكون بعيد شويه. زي الكهرباء مثلا، احنا الكهرباء دايما بتبقى جنب الباب، بنحاول بنخفيها بنعالجها بطريقه لطيفه لتقليل الطاقه السلبيه. بالظبط. المجال الكهرومغناطيسي. أكيد. طبعا شكرا، نشكرك على تواجدك معنا. كانت معنا في الاستوديو الدكتوره سهى عيد خبيره الفانغ شوي. شكرا دكتوره. شكرا.